بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ماتيماتيك نيوز تي في. في الفيديو إن شاء الله غادي نقوموا بأول درس في السنة الثالثة إعدادي، وكذلك درس مهم بالنسبة للثانية إعدادي، وهو درس النشر والتعميل، وغادي نشوفوا فيه كذلك المتطابقات الهامة. إذن غادي نبداو بأول فقرة اللي هي النشر. إذن تعريف ما هو النشر؟ النشر هو كتابة جداء على شكل مجموع أو فرق. إذن التعريف هو تعريف بسيط جدا. إذن هو كتابة جداء على شكل مجموع أو فرق. إذن كيف ذلك؟ إذن غادي نشوفوا الخصائص باش نفهموا مزيان التعريف. إذن الخاصية الأولى عندنا ك عامل ل أ زائد ب كتساوي ك في أ زائد ك في ب. إذن هذه الخصائص هما خاصيات مهمين يجب الحفظ ديالهم. إذن كانت عندنا واحد العدد ك في واحد العدد أ زائد عدد ب. إذن شنو كيساوي؟ إذن كنديرو ك في أ، ك في أ زائد هاد الإشارة اللي عندنا هنا زائد ك في ب، ك في ب. واضح؟ إذن كي نرجعو دابا للتعريف، قلنا النشر هو كتابة جداء. إذن هنا في الحالة الأولى كان عندنا جداء. شنو هو هاد الجداء؟ هو هاد العدد ك في هنا عامل، لما كان والو كتعني في. إذن العدد ك في العدد أ زائد ب. إذن العدد اللي كيكون بين قوسين كنعتبروه عدد واحد، واخا يكونوا مجموعة من الأعداد. إذن بحال عندنا عدد مضروب في عدد. إذن هذا جداء حولناه إلى مجموع. إذن المجموع شنو هو؟ هو هاد العدد ك في أ أو ك أ أو أ ك بحال. إذن هو هاد العدد زائد هاد العدد. واضح؟ يعني ولا عندنا الجداء ولا عندنا على شكل مجموع. واضح؟ إذن جداء حولناه إلى مجموع. إذن هاد العملية كتسمى نشر أو النشر. واضح؟ إذن هذه الخاصية الأولى كتقول لنا ك عامل لأ زائد بي، قلنا عامل لأ زائد بي كتساوي ك أ زائد ك بي. إذن لما كان والو هاد ك أ راه كتعني ك في بي، ك في أ. واضح؟ نديرو مثال باش تفهمو. إذن مثلا عندنا واحد العدد اثنان عامل لإكس زائد ثلاثة. إذن هذا جداء ديال العدد اثنان مع العدد إكس زائد ثلاثة. إذن غنديرو النشر ديال هاد العملية وغادي نحولو إلى مجموع. إذن شنو غنديرو؟ غنديرو نفس القاعدة غنطبقوها. هاد العدد في العدد الأول يعني اثنان في إكس، اثنان في إكس، هاد الإشارة اللي هي زائد غنحطها هنا، ثم اثنان في ثلاثة، اثنان في ثلاثة. إذن غادي نحسب. إذن اثنان في إكس هي اثنان إكس، زائد اثنان في ثلاثة هي ستة. واضح؟ إذن هنا كان عندنا جداء حولناه إلى مجموع اللي هو اثنان إكس زائد ستة. إذن اللي غتعقلوا عليها مزيان هو أن الأعداد اللي كتكون بين قوسين كنعتبروها عدد واحد، والأعداد اللي كيكون بيناتهم جداء كذلك كنعتبروها عدد واحد. ك في أ راه عدد، اثنان إكس عدد. واضح؟ إذن هذه الخاصية الأولى تعقلوا عليها مزيان. ثم الخاصية الثانية ديال النشر هي ك في العدد أ ناقص ب. إذن هنا كانت عندنا زائد وهنا ناقص. هذا هو الفرق اللي كاين بين الخاصية الأولى والخاصية الثانية. كذلك بنفس الطريقة كنديرو ك في أ، ولكن هنا ناقص ك في ب. واضح؟ إذن في الأولى حولنا جداء إلى مجموع، وفي الثانية غادي نحولو جداء إلى فرق. واضح؟ غادي نحولو جداء، هنا كان عندنا جداء، هنا غادي يولي عندنا فرق. واضح؟ يعني ناقص. إذن هاد القاعدة كذلك خصكم تعقلوا عليها مزيان أو تحفظوها. نديرو مثال آخر. مثلا عندنا واحد العدد إكس في عدد اثنان ناقص ثلاثة إكس مثلا. إذا النشر ديال هاد العملية هو إكس كذلك في العدد الأول، إكس في اثنان ناقص هاد الإشارة نحطها هنا، ثم إكس في العدد الثاني اللي هو ثلاثة إكس، إكس في ثلاثة إكس، وغادي نحسبه. إذن إكس في اثنان هي اثنان إكس ناقص إكس في ثلاثة إكس. إذن ثلاثة هنا معامل إكس راه هو واحد، واحد في ثلاثة ثلاثة، إكس في إكس هي إكس
أس اثنان. إذن هنا حصلنا على فرق، واضح؟ كان عندنا جداء وهنا حصلنا على فرق. إذن تم النشر ديال العملية من جداء إلى فرق عددين، واضح؟ إذن هذه الخاصية الثانية. إذن هذه الخاصيات فهما خاصيات مهمين جدا، غادي نبقاو تابعينكم تقريبا في السنوات المقبلة كاملة. إذا حاولوا تهضموها مزيان. نشوفوا الخاصية الثالثة الأخيرة، عندنا أ زائد بي في سي زائد دي. إذا هذه الخاصية شنو كتساوي؟ كذلك يجب الحفظ ديال هذه الخاصية. إذا هي كناخذوا هذا العدد أ كنضربوه في هذ العددين، وكناخذوا بي كذلك كنضربوها في هذ العددين. إذا شنو غنديروا؟ أ عامل لسي زائد دي زائد هاد الإشارة اللي عندنا هنا، وكناخدو بي كذلك كنضربوها في هاد العددين سي زائد دي. إذا لاحظوا هنا راه عندنا جداء، هذا عدد هذا عدد، بيناتهم والو، يعني بيناتهم الضرب. إذا هنا جداء وهنا حولناه إلى مجموع، واضح؟ هذا عدد وهذا عدد، إذا جداء عدد مجموع عددين. وغادي مازال غادي نشروهم أكثر باش تفهموا الخاصية جيدا. إذا هنا هذه الخاصية الأولى نرجعوا لها، أف سي هي أ سي، زائد أف دي هي أ دي، زائد بي في سي هي بي سي، زائد بي في دي هي بي دي. إذا هذه هي النشر ديال هذه الخاصية الثالثة، واضح؟ إذا كذلك تعقلوا عليها مزيان. إذا كان عندنا جداء صبا عندنا مجموع، إذا كما كتلاحظوا أ سي زائد أ دي زائد بي سي زائد بي دي. إذا غنديروا كذلك مثال لهذه الخاصية، مثلا إكس زائد ثلاثة عامل لإثنان إكس زائد واحد مثلا. إذا غادي نشروا هذه العملية. إذا شنو غنديروا؟ دائما كنشدوا العدد الأول، هذا العدد كنضربوه هنا وكنعاودو نضربوه في العدد الثاني. اذا اكس كناخذ هذا العدد كنضربوه هنا مباشره بلا ما نديرو هذه، نمشيو مباشره اكس في 2 اكس، ثم كناخذ هذه الاشاره كنحطوها هنا، ثم اكس في 1، ثم كناخذ دابا هذه الاشاره اللي هنا زائد، ثم كنديرو 3 كذلك كنعاودو نضربوها في العدد الاول، 3 في 2 اكس، ثم زائد، ثم 3 في العدد 1، واضح؟ إذا دابا غادي نبسطو. إذا إكس في 2 إكس، قلنا هنا إكس المعامل ديالها 1، 1 في 2، دائما كنشدو المعاملات كنضربوهم في بعضهم، ثم المجاهيل في بعضهم، واضح؟ في حالة إلا عندنا المجاهيل، إذا 1 في 2 باش ما نغلطوش، إكس في إكس هي إكس أس 2، إكس في 1 خلاص هي إكس، 3 في 2 لاحظوا هنا عندنا معامل 3 2، 3 في 2 هي 6، هنا ما عندنا والو، هنا عندنا اكس، اذا غنحطو اكس، 3 في 2 اكس هي 6 اكس، زائد 3 في 1 هي 3. ثم اللي نقدروا نبسطوها، هنا عندنا 2 اكس اس 2 مع اكس، ما نقدروش نحسبوها، كاين اللي كيحسب اس 2 مع اكس ويدير لي هي 3 اكس، لا، هنا دائما في الحساب كنحسبوا اللي عندهم نفس الاس هما اللي نقدروا نحسبوهم مع بعضهم، واضح؟ اذا هنا 2 اكس اس 2 غنخليوها ما كاين معامل نحسبهم. لاحظوا هنا عندنا اكس وهنا اكس، هذه اكس اس 1 هذه اكس اس 1، يعني نقدر نحسبهم مع بعضياتهم، واضح؟ اذا هنا المعامل ديال اكس هو 1، كناخد 1 زائد 6 هي 7، وكنحط اكس، كنحتفظ باكس، ما نديرش اكس زائد اكس هي اكس اس 2، اكس اس 2 كاينه في الجداء فقط ما كايناش في الجمع، واضح؟ عاد زائد 3. اذا كما كتلاحظوا كان عندنا جداء وصبح على شكل مجموع زائد زائد، واضح؟ اذا هذا هو النشر. نشوفوا المثال اللي عندنا هنا، عندنا هذا المثال 2 اكس عامل ل 2 ناقص جذر 2. اذا اللي داروا الدرس ديال الجذر المربع راه ما غيلقاوش مشكل، اللي ما داروش الدرس ديال الجذر المربع فراه ماشي مشكل، حتى ديروا الدرس ديال الجذر المربع وغيبان لكم كيفاش تتعاملوا مع الجذر المربع، يعني ما يخلعكمش دابا الا مازال ما قريتوش، ما يخلعكمش، واضح؟ اذا حنا غنطبقوا غير الخاصيه مباشره. اذا هذه مكتوبه على شكل ك في ا ناقص بي، واضح؟ هذه هو ك،
هذا هو أ وهذا هو بي وناقص هي ناقص. واضح؟ إذا هذه شنو كتساوي؟ خصني نكون حافظ الخاصية مباشرة. نحط الخاصية ك في أ ناقص ك في بي. واضح؟ ونجي نطبقها. إذا ك قلنا هو 2x، إذا 2x غنضربها في 2 في 2، نحط الإشارة اللي عندي هنا ناقص، ثم 2x نضربها في جذر مربع 2x في جذر مربع 2. إذا غادي نحسب، إذا 2x في 2 هي 4x، 2 في 2 4 ناقص 2x في جذر مربع، إذا هي 2 جذر مربع 2x. واضح؟ إذا 2 في جذر 2 هي 2 جذر 2، وكنحط حداها x. واضح؟ إذا نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس ديال النشر. ما تنساوش لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نشوفوا التعميل، الدرس ديال التعميل، ومن بعد غادي نشوفوا كذلك المتطابقات الهامه، كيفاش نتعاملوا مع المتطابقات الهامه في النشر، وكذلك كيفاش نستعملوا المتطابقات الهامه في التعميل. اذا باش تشوفوا وتتبعوا معايا هاد الدروس، ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك وكذلك زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. وان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم الدروس في هذا الصيف ان شاء الله، باش تدخلوا الموسم الدراسي القادم باتم الاستعداد. والى ذلكم الحين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سعيد برؤياكم مرة أخرى في شرح جديد من شروحات ماتيماتيك نيوز تيفي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا درس النشر والتعميل، ومع الفقرة الثانية اللي غندير نشوفوا فيها التعميل. إذا شفنا في الفقرة الأولى النشر، في هذه الفقرة غادي نشوفوا التعميل، وفي الفقرة الجاية إن شاء الله غادي نشوفوا المتطابقات الهامة. إذا شفنا قلنا النشر، شفنا التعريف ديال النشر، قلنا هو وتحويل جداء او كتابة جداء الى مجموع او فرق. واضح؟ اذا هو كتابة جداء على شكل مجموع او فرق، او هو تحويل جداء الى مجموع او فرق. اذا دابا التعميل، التعميل هو العكس ديال النشر. اذا النشر كيكون عندنا جداء وكنحولوه الى مجموع او فرق. اذا هذا غادي نسميوه، ندير لكم لون مغاير. اذا هذا قلنا النشر، ومن المجموع او فرق غادي نوصلوا للجداء، هذا كيتسمى التعميل. اذا شنو هو التعميل؟ هو كتابة مجموع او فرق على شكل جداء. واضح؟ او هو تحويل مجموع او فرق الى جداء. واضح؟ اذا هذا هو التعريف ديال التعميل. العكس ديال النشر هو التعميل. إذا شفنا الخاصية ديال النشر، الخاصية الأولى قلنا ك في أ زائد بي، النشر ديالها هو قلنا ك في أ هي ك أ زائد ك في بي هي ك بي. إذا من هنا لهنا قلنا نشر، النشر هو تحويل جداء إلى مجموع، ولكن دابا من هنا لهنا غادا تسمى تعميل، ويكون عندنا مجموع ونحوله الجداء، او يكون عندنا فرق ونحوله الجداء. اذا هذا هو التعميل. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا التعريف ديال التعميل. دابا غادي ندوزو باش تفهموا اكثر بالامثله والطريقه كيفاش كنعملوا. واضح؟ اذا التعميل بمعرفه عامل مشترك. اذا نوع التعميل الاول هو تعميل بمعرفه عامل مشترك، وهذا هو اللي غادي نركزوا عليه في هذا الفيديو. اذا شنو هو العامل المشترك؟ اذا فاش كنشوف ك ك ا زائد ك بي ك بي،
إذا العامل المشترك هو يكون عندنا واحد العدد نفسه كيتعاود في الحدين معا. إذا هذا نسميه الحد الأول، هذا الحد الثاني. هنا عندنا العامل هو ك، ك أ ك بي. إذا هذا العامل المشترك ما بين الحدين ك أ والحد ك بي، واضح؟ إذا فهموها مزيان. إذا هنا عندنا ك في أ وهنا عندنا ك في بي. إذا اللي كتعاود شنو هي؟ هي ك. إذا هاد ك كيتسمى ك كيتسمى عامل مشترك. اذا باش نعملو اول حاجه كنمشيو للعمليه اللي غنعملوها، اول حاجه كنديرو هي كنقلبو على العامل المشترك شنو هو العدد اللي غنضربو في عدد ونفس العدد نضربو في عدد اخر باش يعطينا هذوك الحدين معا. اذا في الامثله غادي نتفاهمو اكثر، دابا كاين اللي ما غاديش يفهم، كاين اللي فهمني وكاين اللي مازال ما فهمش. في الامثله ان شاء الله غادي كل شيء يفهم هذا العامل المشترك. اذا هنا فاش كيكون عندنا العامل المشترك في التعميل شنو كنديرو؟ اول حاجه كنكتب هذا العامل المشترك ك هو ك، وكنفتح قوس كنحيد هاد ك. شنو بقى لنا؟ الا حيدت ك شنو بقى؟ بقات ا. غادي نحط ا هنا، نجي لهنا الاشاره اللي عندي هنا شنو هي؟ زائد، نحطها هنا. ثم كنجي للحد الثاني عندي ك بي، اول حاجه كنحيد العامل المشترك هو ك، شنو بقات لنا هنا؟ بقات بي، نحطها ونسد القوس، واضح؟ اذا هذا هو التعميل ديال هاد الحدودية، واضح؟ إذا ك أ زائد ك بي كتساوي ك عامل لي أ زائد بي. إذا استعملت مصطلح ديال الحدودية، مازال ما وصلتوش نتوما لهذا المصطلح. المهم هذه العملية كنلقى لها العامل المشترك. إذا غادي نديرو مثال باش تفهمو جيدا. إذا المثال هو كالتالي، مثلا اثنان إكس زائد نديرو شي عدد مثلا 3 اكس، نديرو هاد العدد غير باش تفهمو، هذا غير كمثال باش تفهمو. اذا هنا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو ان عندي عامل مشترك في الحدين معا اللي هو اكس، يعني نقدر نعمل باكس. اذا هاد العمليه غير باش تفهمو، ما عمركم غتلقاو بحال هادي حيت معروف الجمع ديالهم، نقدروا نحسبوهم مباشره غير باش تفهمو. اذا العامل المشترك هو اكس، كنحط اكس ونفتح قوس نحيد اكس، يبقى عندي هاد العدد، زائد نحيد اكس يبقى عندي هاد العدد 3 مثلا، واضح؟ اذا هادي غير باش تفهمو مزيان، نتمنى انكم تكونوا فهمتوها. نديرو مثال اخر، مثلا اثنان اكس زائد اثنان جذر مربع اثنان مثلا. اذا هنا كيبان لنا العامل المشترك راه هو اثنان، هنا عندنا اثنان وهنا عندنا اثنان، هو العامل المشترك. غنحط اثنان، غنفتح قوس، غادي نحيد اثنان اللي هنا، غتبقى لنا اكس نحطها هنا، الاشاره شنو هي؟ زائد نحطها هنا، ثم نحيد اثنان غتبقى لنا جذر مربع اثنان، واضح؟ مزيان. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، تبعوا معايا باش تفهموا في الخاصيات الاخرى. اذا هذا بالنسبه لتحويل مجموع الى جدا. اذا الا كانت عندنا مثلا طرح او فرق، مثلا ك ا ناقص ك بي، اذا بنفس الطريقه. اذا العامل المشترك عندنا هو ك، عندنا هنا وعندنا هنا، اذا غنحطوه هنا، واضح؟ نفتح قوس، اول حاجه غنحيد هاد ك، بقات لنا ا، نحط ا، واضح؟ هنا الاشاره عندي ناقص، نحط ناقص، نحيد ك في الحد الثاني غتبقى بي، واضح؟ اذا هذا هو التعميل ديال هاد العدد. نديرو مثال، مثلا اثنان اكس ناقص اكس اس اثنان، واضح؟ اذا المطلوب منا نعملو هاد العدد. اذا اول حاجه شنو كندير؟ هي كنبحث على العامل المشترك. اذا العامل المشترك من طريق النظره الاولى خصني نعرف العامل المشترك، لذلك خصني نكون حافظ جدول الضرب باش نفهم كيفاش نلقى العامل المشترك، واضح؟ اذا مثلا هنا ما نحتاج جدول الضرب، هنا عندنا 2 اكس ناقص اكس اس 2، اذا العامل المشترك كيبان لي هو اكس. هنا عندنا 2 اكس هي 2 في اكس ناقص اكس اس 2 هي اكس في اكس،
واضح باش يتحدد لي او يبان لي العامل المشترك هو اكس هنا واكس هنا، معاوده هنا ومعاوده هنا، واضح. اذا دابا شنو غندير؟ غنشد هذا العامل المشترك نحطه هنا، نفتح قوس نحيد هذا العامل المشترك الاول، غتبقى اثنان نحطها. شوف هذه الاشاره نحطها هنا، نعاود نحيد العامل المشترك في الحد الثاني ونحط اللي بقات لي هو اكس، واضح. اذا هذا هو التعميل ديال هذا العدد. باش نتاكد مزيان غادي ننشر هذا التعميل ونشوف واش غادي نوصل لهذا الاولى ولا لا. اذا هنا من هنا لهنا قلنا تعميل، ومن هنا لهنا نشر. اذا غننشر هذه العمليه، عندي اكس عامل لي 2 ناقص اكس، غننشرها. اذا هي اكس في 2 ناقص اكس في اكس، اكس في 2 هي 2 اكس ناقص اكس في اكس هي اكس اس 2. اذا لاحظوا راه هي نفسها العمليه الاولى، اذا الجواب ديالي جواب صحيح، واضح. اذا هذا الشيء اللي كاين في هذا اللي كاين في هذه الفقره. نزيد لكم شي مثال اخر باش تفهموا جيدا. اذا مثلا نديروا 3 اكس ناقص 9 مثلا. اذا بغيت نعمل هذا العدد، اذا اول حاجه شنو كندير في التعميل؟ اول حاجه هي البحث عن العامل المشترك. العامل المشترك شنو هو؟ اذا هنا لاحظوا عندي 3 اكس، هنا هاد 9 خصني نفككها ونلقاها 3 في شي عدد. هنا ما نقدرش نلقى اكس 9، واضح. اذا غادي نلقى 3 مثلا، 9 هي 3 في 3. اذا هنا مهم جدول الضرب، خصني نكون حافظ جدول الضرب باش يسهل علي نلقى العامل المشترك. اذا 3 اكس هي 3 في اكس، نفككها هكا باش نفهم مزيان، و9 غنفككها هي 3 في 3، واضح. اذا لاحظوا هنا 3 هنا 3، راني لقيت العامل المشترك. اذا شنو غندير؟ غنحط العامل المشترك اللي هو 3، نفتح قوس نحيد العامل المشترك الاول، نحط العدد اللي بقى لي، نحط الاشاره، نحيد العامل المشترك، نحط العدد اللي بقى لي، واضح مزيان. نديرو شي مثال اخر، فوالا نديرو مثال اخر باش تفهموا مزيان. دان مثلا 4 اكس ناقص مثلا ناقص 20. اذا شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى العامل المشترك. اذا هنا عندي 4، هنا عندي اكس، هنا عندي 20. اذا 20 ما عمرني غنقدر نخرج منها مجهول. اذا غنمشي مباشره 4 وغنشوف 20 مقسومه على 4 شحال. اذا 20 راه هي 4 في 5، واضح. يعني 20 نقدر نفككها 4 في 5، وهنا لقيت العامل المشترك. اذا 4 اكس هي 4 في اكس ناقص، غتبقى ناقص 20 هي 4 في 5. اذا هاني لقيت العامل المشترك هو 4، واضح. اذا اصعب حاجه في التعميل وهي نحدد العامل المشترك. الا حددت العامل المشترك صافي راه لقيت التعميل. اذا هنا هي 4، غنحط 4، غتبقى لنا هنا اكس، الاشاره ناقص، نحيد هاد 4، غتبقى لنا 5، واضح مزيان. شوفوا شي عمليه كبار، مثلا الا كانت عندي اكس ناقص 1، 3 عامل لي اكس ناقص 1 زائد اكس عامل لي اكس ناقص 1 مثلا. اذا بغيت نعمل هذه العمليه، اذا اول حاجه شنو خصني؟ العامل المشترك. اذا كنلاحظ ان هذا اكس ناقص 1 كتعاود هنا وكتعاود هنا. اذا اكس ناقص 1 كامله، هذا العدد كامل اكس ناقص 1 هو العامل المشترك. اذا شنو غندير؟ غنحطه هنا اكس ناقص 1 بنفس الطريقه، غنحيد العامل المشترك الاول. شنو غيبقى؟ نفتح قلنا قوس نحيد الاول، غتبقى لنا 3، غنجر الاشاره زائد، غنعاود نحيد العامل المشترك الثاني، شنو غتبقى؟ اكس زائد اكس، هاني عملتها، واضح. ولا عندي عدد في عدد، اذا قلنا هذا العدد، العدد اللي كيكونوا بين قوسين راه كيعتبروا عدد واحد. اذا كان عندي مجموع وحولته الى جداء، واضح. اذا نتمنى انني نكون بسطت لكم جيدا التعميل. اذا هذا التعميل باستعمال العامل المشترك. فاش غنديروا المتطابقات الهامه؟ غنشوفوا التعميل باستعمال المتطابقات الهامه. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا مزيان الشرح ديال التعميل في هذا الفيديو. ما تنساوش لايك الفيديو، بارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واضرب لكم موعد مع في الفيديو القادم ان شاء الله مع المتطابقات الهامه. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد.
في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملو درس النشر والتعميل المتطابقات الهامة، ومع فقرة جديدة اللي هي فقرة المتطابقات الهامة. يعني في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفو على المتطابقات الهامة. إذا باش نفهمو هاد الفقرة مزيان، أول حاجة غادي نقومو بهاد النشاط. إذا مطلوب منا أنشر وبسط ما يلي. إذا عندنا واحد ثلاثة العمليات مطلوب منا نشرو ونبسطوهم، واضح؟ إذا أول حاجة توقفوا الفيديو، حتحاولوا تنشروا هذه العمليات بثلاثة، ومن بعد كملوا الفيديو باش تشوفوا الحل. إذا عندنا العملية الأولى، عندنا A زائد B عامل لـ A زائد B. إذا شفنا في الفقرة الأولى كيفاش نشرو هذا النوع من العمليات. شفنا القاعدة في الفقرة الأولى كتقول لنا إذا كان واحد العدد A زائد B واحد العدد C زائد D، شنو كنديرو؟ كناخدو A في C، A C زائد A في D زائد B في C زائد B في D، واضح؟ إذا هذه هي العلاقة اللي شفنا في الفقرة الأولى ديال النشر. إذا دابا هذه القاعدة غادي نطبقوها في هذه العملية. إذا A زائد B عامل لي A زائد B، شنو غنديرو؟ إذا غنديرو A في A زائد A في B، ثم ناخدو هذه العملية زائد B في A ثم زائد B في B، واضح؟ إذا غادي نبسطو، A في A هي A أس 2 زائد A في B هي A B زائد B في A هي B A أو A B بحال بحال، الضرب التبادلي جوج في ثلاثة راه هي ثلاثة في جوج، A في B راه هي B في A، واضح؟ زائد B في B هي B أس 2، واضح؟ إذا A أس 2 كيفاش معاه من نحسبها؟ غادي تبقى A أس 2 زائد، لاحظوا هنا عندنا A B A B A B زائد A B هي 2 A B، واضح؟ زائد B أس 2، إذا زائد B أس 2، إذا عقلوا على هاد التبسيط مزيان، A أس 2 زائد 2 A B زائد B أس 2، إذا هاد العملية A زائد B عامل لـ A زائد B شنو كتساوي؟ لقيناها كتساوي A أس 2 زائد 2 A B زائد B أس 2، واضح؟ إذا لاحظوا هنا عندنا A زائد B في A زائد B، بحال كانت عندنا A في A عدد في نفسه، شنو كنديرو؟ A في A هي A أس 2، B في B هي B أس 2، A زائد B في A زائد B هي A زائد B الكل أس 2، واضح؟ بحال عدد في نفسه، يعني هو داك العدد أس 2، هي A زائد B الكل أس 2، شنو كتساوي؟ كتساوي A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. إذا عقلوا على هذه مزيان، هذه هي المتطابقة الهامة رقم واحد، واضح؟ إذا هذه جات من هذه العملية، إذا غادي تفهموها وتحفظوها حيت غادي تبقاو تستعملوها في الحياة ديالكم كما إن شاء الله. في الرياضيات دائما غادي تحتاجوا المتطابقات الهامة ابتداء من هذه السنة. إذا A زائد B الكل أس 2 كتساوي A أس 2 زائد 2 A B زائد B أس 2. إذا غادي نديرو مثال باش تفهمو مزيان. إذا مثلا بسط ما يلي أو أنشر وبسط، هذا كمثال مثلا X زائد 2 الكل أس 2. إذا بغينا مطلوب منا نشرو ونبسطو هاد العملية x زائد 2 الكل أس 2، إذا هادي مكتوبة على شكل a زائد b الكل أس 2، كنجيو مباشرة كنطبقو على هاد القاعدة، ما نبقاوش نفكوها ونحسبوها، نديرو x زائد 2 في x زائد 2 نبقاو نحسبو نديرو هاد العملية كاملة، لا، مباشرة غنطبقو هاد المتطابقة الهامة رقم واحد. إذا هذه غنسميوها واحد، متطابقة الهامة رقم واحد. إذا إكس عندنا هي أ، و بي عندنا هي إثنان، أو إثنان هي بي،
و x هي a، يعني بحال a زائد b الكل اس 2. اذا شنو كتساوي؟ كتساوي a اس 2، يعني هذا العدد الاول a اس 2 هو x اس 2 زائد 2. هاد 2 دائما عندنا، هاد 2 ما نخلطوهاش مع شي 2 اللي عندنا داخل الاقواس، هاد 2 ديال القاعده دائما نكتبها 2 في 2 a b، كتعني 2 في a في b، 2 في a، a هي x، 2 في x في بي، بي هي 2، إذن في 2. ثم عندنا زائد بي أس 2، يعني العدد الثاني أس 2، بي عندنا هنا هي 2، إذن 2 أس 2، واضح؟ إذن نحسب إكس أس 2 زائد 2 في إكس في 2، يعني 2 نقدر نحسبها مع 2، 2 في 2 هي 4، وتبقى لنا إكس، هي 4 إكس، زائد 2 أس 2 هي 4، واضح؟ إذن هي x أس 2 زائد 4 x زائد 4، واضح؟ إذن هذه المتطابقة الهامة رقم 1. ندوزو للعملية الثانية، عندنا a ناقص b عامل ل a ناقص b. إذن بنفس الطريقة قلنا غنديرو a في a، هذا العدد في هذا العدد، أ في أ، حسبها أنا باش يقدني السطر، أ في أ، كناخدو هاد الإشارة اللي عندنا هنا ناقص، إذا غندير هنا ناقص أ في بي، ثم كناخد هاد الإشارة ناقص بي في أ، هي بي في أ، هنا لاحظوا عندنا ناقص ناقص، بحال ناقص بي في ناقص بي، غادا تصبح زائد بي في بي. واضح؟ إذن هذه الإشارة كاين اللي كيغلط فيها بزاف، غندير فيديو آخر إن شاء الله خاص بالإشارة باش ما تغلطوش فيه. إذن كنديرو أ في أ ناقص أ في بي، هنا كتولي عندي بحال عندي ناقص بي، بحال هذه الكتابة غنكتبها زائد ناقص بي بحال هذا العدد، واضح؟ وهنا كذلك نكتب زائد ناقص باش ما نغلطش، باش ندير ناقص بي في أ وناقص بي في ناقص بي، واضح؟ إذن قلنا أ في أ ناقص أ في بي ناقص ب في أ ناقص في ناقص ولا زائد ب في ب، واضح؟ إذا غادي نبسط، أ في أ هي أ أس 2 ناقص أ في ب هي أ ب ناقص ب في أ هي ب أ أو أ ب بحال بحال، زائد ب في ب هي ب أس 2. إذا أ أس 2 مكاينش معاها منحسبها، غنخليها هنا. لاحظوا عندنا ناقص أ ب ناقص أ ب ناقص أ ب ناقص أ ب، بحال عندي ناقص ناقص أ ناقص أ، شنو كتساوي؟ هي ناقص جوج أ، واضح؟ ناقص إكس ناقص إكس هي ناقص جوج إكس، ناقص أ بي ناقص أ بي هي ناقص 2 أ بي زائد بي أس 2، واضح؟ إذن هذه هي النشر ديال هذه العملية. هنا عندنا أ ناقص بي، إذن أ ناقص بي في أ ناقص بي شنو ساوات؟ كتساوي أ أس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2. اذا هنا عندنا كذلك عدد في نفسه ا ناقص بي في ا ناقص بي هي ا ناقص بي اس 2، كتساوي ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2. اذا وهذه هي المتطابقه الهامه رقم 2، اذا كذلك يجب الحفظ ديالها، واضح؟ خصكم تحفظوها، ولا فهمتوا هاد الطريقة منين جات فما غاديش تحتاجوا تحفظوها، حيت غادي بالتطبيق ديالها غادي تبقى حتى غادي تلقاو راسكم انكم حفظتوها. اذا هذه المتطابقة الهامة رقم 2. نديرو مثال باش تفهموا كذلك، مثلا نديرو 2 اكس ناقص 3 الكل اس 2، وانا نحسبوا هاد العملية أو نشرو هذه العملية. إذا هنا عندنا 2 إكس، هذا العدد كامل 2 إكس هو بمثابة أ، واضح؟ وبي هو 3، هذا بحال عندي أ ناقص بي كل أس 2. إذا غنطبق عليها مباشرة هذه القاعدة بلا ما نرجع ندير هذه الخطوات كاملين. إذا عندي أ أس 2 ها هي أ، كنجي لأ كنديرها أس 2، هي 2 إكس، هذا العدد 2 إكس راه كامل هو أ، يعني خصني نديرو بين قوسين وندير أس 2 ناقص هاد 2 دائما كاينة في أ، أ هي 2 إكس في بي، بي هي 3
زائد بي أس اثنان هي ثلاثة أس اثنان. واضح؟ إذا هذا هو التطبيق ديال المتطابقات الهامة. بالتمارين إن شاء الله غتعودوا عليه وغادي تفهموا مزيان كيفاش نطبقوا هاد المتطابقات. إذا اثنان إكس أس اثنان، يعني اثنان أس اثنان هي أربعة، إكس أس اثنان هي إكس أس اثنان، ناقص هنا عندنا اثنان في اثنان هي أربعة في ثلاثة هي 12 وحدها إكس، هي 12 إكس زائد ثلاثة أس اثنان هي تسعة. واضح؟ إذن هذه أو هذا هو النشر ديال هاد العملية. واضح؟ ثم نشوفوا العملية الثالثة في النشر ديالنا، عندنا أ زائد بي عامل لأ ناقص بي. إذن عندنا أ زائد بي عامل لأ ناقص بي. واضح؟ شفنا في الأول أ زائد بي في أ زائد بي اللي هي أ زائد بي أس اثنان، وشفنا أ ناقص بي في أ ناقص بي اللي هي أ ناقص بي أس اثنان. دابا غنديرو أ زائد بي في أ ناقص بي. إذا غادي نبسطو هاد العملية. إذا هنا عندنا أ في أ ناقص أ في بي، ثم زائد بي في أ، ثم زائد ب في ناقص ب، يعني زائد في ناقص هي ناقص ب في ب هكا. إذا أ في أ هي أ أس اثنان، ناقص أ في ب هي أ ب، هنا عندنا زائد ب في أ هي ب أ أو أ ب بحال بحال، زائد أ ب، ناقص ب في ب هي ب أس اثنان. إذا أ أس اثنان مكاينش معاها من نحسبها، نخليها. نلاحظوا عندنا ناقص أبي زائد أبي، يعني عددين متقابلين مجموعهما صفر، ناقص ناقص بحال عندي ناقص واحد زائد واحد راه هي صفر، أو واحد ناقص واحد هي صفر، أبي ناقص أبي هي صفر، ناقص أبي زائد أبي هي صفر. إذا هذه غتمشي مع هذه غتبقى صفر، وغتبقى لنا هنا ناقص بي أس اثنان. إذا هذه العملية شنو عطاتنا؟ أ زائد بي في أ ناقص بي شنو عطاتنا؟ هي أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان. وهذه هي المتطابقة الهامة رقم ثلاثة. إذن يمكنين ثلاثة ديال المتطابقات الهامة اللي خصكم تعرفوهم وتعرفو طبقوهم، خصكم تحفظوهم عن ظهر قلب. إذن هذه المتطابقة الهامة رقم ثلاثة. إذن شفنا المتطابقة الهامة رقم واحد هي أ زائد بي الكل أس اثنان، متطابقة الهامة رقم جوج أ ناقص بي الكل أس اثنان، ومتطابقة الهامة رقم ثلاثة هي أ زائد بي في أ ناقص بي تساوي أ أس اثنان ناقص بي أس اثنان. نديرو مثال في هذه المتطابقة كذلك باش تفهموها. مثلا عندي إكس زائد أربعة عامل لإكس ناقص أربعة. إذا لاحظوا كيكون عندي نفس الأعداد اللي مختلف هو الإشارة، إما إكس زائد ربعة عامل لي إكس ناقص ربعة، أو إكس ناقص ربعة عامل لي إكس زائد ربعة. المهم تكون الإشارة بيناتهم مختلفة ويكونوا عندي نفس الأعداد. إذا هذه شنو كتساوي؟ مباشرة كندير العدد الأول أس اثنان هي إكس أس اثنان ناقص العدد الثاني أس اثنان اللي هي أربعة أس اثنان، ونحسب إكس أس اثنان راه هي إكس أس اثنان، أربعة أس اثنان هي 16. إذا مباشرة بلا ما نبقى ندير هاد العمليات مباشرة كنستعمل المتطابقة الهامة. إذا كيف ما قلت كاين ثلاثة ديال المتطابقات الهامة، نعاود نكتبهم لكم هنا. كاين المتطابقة رقم واحد هي أ زائد بي الكل أس اثنان، وكاين رقم جوج أ ناقص بي الكل أس اثنان، وكاين رقم ثلاثة اللي هي أ زائد بي عامل لأ ناقص بي. واضح؟ إذا هاتو تحفظوهم. إذا الأولى هي أ أس اثنان زائد اثنان أ بي زائد بي أس اثنان، والثانية هي أ أس اثنان ناقص اثنان أ بي زائد بي أس اثنان. لاحظوا الأولى والثانية راهم متشابهين، فين كاين الاختلاف؟ غير هنا اللي كانت عندي زائد هنا كندير زائد، كانت عندي ناقص هنا كندير ناقص. كاين اللي كيشوف هذا الناقص وكيجي يديرها حتى هنا، لا هذه دائما هنا دائما زائد، دائما في بي اس اثنان كاين هنا زائد. الاختلاف كاين قبل الجوج، اما زائد الا كان زائد، ناقص الا كانت ناقص. واضح؟ عقلوا عليها مزيان.
متطابقة الهامة رقم 3 خلاص سهلة. إذا أ أس 2 ناقص ب أس 2. إذا هذه المتطابقات نبغيكم تحفظوهم عن ظهر قلب، لأنكم غادي تحتاجوهم في المشوار ديالكم الدراسي كاملو في الرياضيات، غادي تستعملوهم مازال غادي نزيدو عليهم شوية. ودابا غادي نشوفو التطبيقات ديالهم كيفاش نطبقوهم في النشر، وكذلك كيفاش نطبقوهم في التعميل في هذا الدرس ان شاء الله. اذا اضرب لكم موعد معه في الفيديو القادم ان شاء الله، باش نشوفوا استعمال المتطابقات الهامة في النشر وكذلك في التعميل. ما تنساوش لايك الفيديو، بارتاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو دائما مع درس النشر والتعميل المتطابقات الهامة، ومع الفقرة الرابعة اللي غنشوفوا فيها التعميل باستعمال المتطابقات الهامة، يعني كيفاش نستعملوا المتطابقات الهامة في التعميل. إذا أول حاجة نذكروا بالمتطابقات الهامة. إذا المتطابقات الهامة اللي شفنا هما A زائد B كل أس 2، A ناقص B الكل أس 2، و A زائد B في A ناقص B. ده الأولى شنو كتساوي؟ الثانية والثالثة. إذا A زائد B الكل أس 2 شنو كتساوي؟ كتساوي A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2. A ناقص B أس 2 كتساوي A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2. والأخيرة الثالثة A زائد B عامل لـ A ناقص B تساوي A أس 2 ناقص B أس 2. إذا هذو هما المتطابقات الهامة اللي شفنا في الفقرة السابقة. دابا غادي نشوفو كيفاش نستعملوهم في التعميل. إذا بكل بساطة هنا هاد العمليات او المتطابقات من لهنا لهنا، فاش كندوزو من المتطابقه للنشر ديالها كيتسمى النشر، يعني بحال كنقومو بالنشر. والتعميل راه العكس، بحال كيكون عندنا هاد العمليه وكنوصلو للعمليه الاولى، كنوصلو للحد الاول، هذا هو اللي كيتسمى التعميل. واضح؟ مزيان. اذا باش تفهمو اكثر غادي نشوفوا امثله باش تفهموا مزيان. اذا التعميل بكل بساطه يكون عندنا مثلا يقول لك عمل التعبير التالي. مثلا عندي هذا التعبير A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2، خصني نكتبو على شكل هذه المتطابقه الهامه. خصني نفكر انها المتطابقه الهامه رقم 1 ونكتبها هي A زائد B كل أس 2. إذا هنا قمت بالتعميل ديالها. أما فاش تكون عندي هذه ونوصل لهذه، راه قمت بالنشر ديال المتطابقة الهامة. إذا نشوفوا الأمثلة باش تفهموا. إذا مثلا هنا ناخذوا الأمثلة اللي عندنا هنا. عندنا بي كتساوي، نبداو من فوالا، عندنا بي هي الأولى، بي كتساوي إكس أس 2 زائد 6 إكس زائد 9. مثلا نطلب منا التعميل ديال هاد التعبير. اذا شنو غنديرو؟ حنا كنا شفنا في الفقرات السابقه شفنا التعميل باستعمال العامل المشترك، فاش كنلقاو العامل المشترك وكنعملو به. اذا لاحظنا هنا ما غنلقاوش عامل مشترك، لاحظوا هنا عندنا اكس اكس ولكن هنا ما عندناش اكس باش نلقاو عامل مشترك. هنا عندنا 6 9 نقدروا نخرجوا منها هنا 3 وهنا 3، ولكن هنا ما نقدروش نخرجوا 3. واضح؟ اذا باختصار دائما فاش يكون عندكم اكس اس 2، فاش تلقاو اكس اس 2 وما تقدروش تعملوها، مباشره كنفكروا في التعميل. واضح؟ الا ما كانش عندنا العامل المشترك، عفوا الا ما كانش عندنا العامل المشترك في الحدود كامله، كنفكروا في المتطابقات الهامه. اذا هنا عندي زائد زائد، اذا اول حاجه كنفكر في المتطابقه الهامه رقم 1. علاش؟ حيت عندي هنا زائد هنا زائد. اذا هنا المتطابقه الهامه رقم 1 كيفاش كتكتب؟ كتكون A أس 2 زائد 2 AB
زائد بي أس اتنان. هادي شنو كتساوي؟ كتساوي أ زائد بي الكل أس اتنان. إذا خصني نخرج واحد أ أس اتنان، ها هي أ أس اتنان هي إكس، غادي ندير إكس أس اتنان زائد اتنان، دائما خصني نخرج اتنان هنا، هاد اتنان دائما خصني نفكك هاد العدد اللي عندي هنا، أول حاجة كنقسمو على اتنان، إذا ستة على اتنان راه هي تلاتة، يعني ستة نقدر نكتبها اتنان في تلاتة في إكس، واضح؟ أنا لقيت أ هي إكس، اتنان هادي خلاص ديال القاعدة، وتلاتة راه غتكون هي بي، إذا زائد تسعود راه هي تلاتة أس اتنان. إذا لاحظوا كتبتها على شكل أ أس اتنان زائد اتنان أ بي، هنا درت بي أ، اتنان في تلاتة في إكس راه هي اتنان في إكس في تلاتة بحال بحال، أو نعاود نكتبها ماشي مشكل باش تفهموا مزيان، إكس أس اتنان زائد اتنان في إكس في تلاتة زائد تلاتة أس اتنان، يعني أ هي إكس، هي عندي هنا وعندي هنا، هنا كذلك عندي هنا وعندي هنا، اتنان ديال القاعدة، و بي عندي بي هنا وعندي بي هنا، يعني اتنان أ بي وهنا بي أس اتنان، واضح؟ إذا هادي غادي نقدر نكتبها هي أ زائد بي، يعني إكس زائد بي اللي هي تلاتة الكل أس اتنان، واضح؟ اذا كاين اللي فهم كاين اللي مازال ما فهمش، نزيدو امثله باش كلشي يفهم ان شاء الله. اذا دابا قمت من هنا لهنا، قمت بالتعميل، يعني رجعتها على شكل جداء، هاد اس اتنان راه كتعني جداء، اكس زائد 3 الكل اس اتنان راه هي اكس زائد 3 عامل لي اكس زائد 3. نشوفوا التعبير الثاني، عندنا سي كتساوي اكس اس اتنان ناقص 4 اكس زائد 4، واضح؟ اذا كنمشي لهنا الوسط، لقيت ناقص، غادي نفكر في المتطابقه الهامه رقم 2 اللي هي ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2 كتساوي ا ناقص بي الكل اس 2، واضح؟ اذا هنا اول حاجه كنبحث على ا، هو العدد الاول، ها هي اكس اس 2، يعني اكس غادي تكون هي العدد ا، يعني هذا العدد اللي عندي هنا ناقص، هنا غادي نفكك هاد العدد، واضح؟ أول حاجة كنشد هاد العدد اللي هنا كنقسمو على جوج، إذا 4 على جوج هي جوج في جوج، واضح؟ إذا جوج في جوج في إكس، واضح؟ هاد اتنان ديال القاعدة وهاد اتنان غادي تكون عندنا هي بي، زائد 4 راه هي اتنان أس اتنان. واضح؟ إذا نلاحظوا هنا عندي إكس إكس اتنان اتنان، إذا هنا غادي نقدر نكتبها هي إكس ناقص بي راه عندنا هي جوج، كنمشي مباشرة لهنا وهنا كنشوفو واش كيتعاودو لداخل، وكنحط هاد العدد مع هاد العدد، وكندير بيناتهم الإشارة اللي كاينة هنا، وكندير أس اتنان بكل بساطة. إذا هنا عملنا باستعمال استعملنا المتطابقة الهامة رقم 2 في التعميل. نشوفوا المثال الأخير باش تفهموا أكثر، هنا عندنا 16 أو دي كتساوي 16، ندير لكم وحدة بسيطة باش تفهموا، مثلا 16 ناقص إكس أس اتنان، واضح؟ إذا هادي فاش لقى جوج الأعداد فقط مطلوب منا التعميل ديالهم، ولقى غير جوج الحدود حد ناقص حد، دائما فاش لقى حد ناقص حد كنمشي مباشرة للمتطابقة الهامة رقم 3 اللي هي أ ناقص بي في أ زائد بي كتساوي أ أس اتنان ناقص بي أس اتنان. هنا خصنا نلقاو هادي، خصنا نوصلو لهادي باستعمال المتطابقة الهامة قلنا رقم 3 باش نديرو تعميل، إذا هذا تعميل وهذا نشر. إذا هنا شنو غنفكر؟ أول حاجة خصني نكتبهم بجوج على شكل مربع، يعني اكس هي عندي اكس اس اتنان 16، خصني ندير لها الجذر المربع باش نعرف هي 16، نقدر نكتبها هي 4 اس اتنان ناقص اكس اس اتنان، واضح؟ اذا هي مكتوبه على شكل ا اس اتنان ناقص اكس اس اتنان، ا اس اتنان هي ا هي 4 و بي هي اكس، اذا غنكتبها هي ا زائد بي اللي هي اكس، عفوا ا هي 4 زائد بي اللي هي اكس عامل ل أ ناقص بي، أ هي 4 و إكس هي بي، بي هي إكس عفوا.
إذا هي 4 زائد إكس عاملة 4 ناقص إكس، إذا 16 ناقص إكس في 2 كتساوي 4 زائد إكس عاملة 4 ناقص إكس. واضح؟ مزيان. إذا نكتفي بهذا القدر أو نزيدكم وحدة أخرى، نزيدو وحدة أخرى بهذا النوع ديال المتطابقة الهامة رقم 3، حيت غادي تلقاوها بزاف خصوصا في الدرس ديال المعادلات، غادي نستعملوا بزاف هذه المتطابقه الهامه. مثلا 4 اكس اس 2 ناقص 9 مثلا، ده 4 اكس اس 2 ناقص 9، بغينا نعملوا هذه العمليه. اذا هذه اول حاجه كنفككها على شكل عددين اس 2، ده 4 اكس اس 2 راه هي 2 اكس الكل اس 2. واضح؟ 4 أس 4 ندير لها جذر مربع هي 2، و إكس ندير لها جذر مربع هي إكس، إذا هي 2 إكس الكل أس 2 ناقص 9 راه هي 3 أس 2. ونكتبها هذه، إذا هذه عندي هي أ وهذه عندي هي بي، ونكتبها هي أ زائد بي في أ ناقص بي، يعني 2 إكس زائد 3 في 2 إكس ناقص 3. إذا هنا قمت بالتعميل ديال هاد العملية. إذا نكتفي بهذا القدر، أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا كيفاش نعملوا باستعمال المتطابقات الهامة. لأول مرة كيشاهد القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك باش يوصلوا جميع الشروحات القادمة إن شاء الله، ولايك الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.